السلام عليكم، رانا في عرس عائلة بن عرعار. اليوم صراحة عم بريباري لكم الرولي اللي طلبتها بزاف. حوالي 300 شخص. عندنا 25 كيلو سكارو باشي، عندنا 8 كيلو فيونداشي. أنا 8 كيلو فيونداشي إذا رح نقسم لنا شوية للشربات، سما تجيب لكم حوالي 4 كيلو فيونداشي. عندنا رشا بطير، ملح، عندنا كزبر، عندنا فلفل أسود، عندنا بيض والثوم والكريم فريش. فرقوا الكريم فريش تاعنا سكالو حوالي نص قرعة، زيدوا فلفل أسود، زيت أسود، ملح، رشا بطير، ثمن بيضات، والثوم الشرب تاع اللي يجيب الثوم. نخلطوا هذو الكلام مع بعض. نوجد الكفتة تاعنا، نديرو لها شوية ثوم، شوية بصلة مرقية مع بعض، شوية فلفل أسود، ملح، شوية كزبر، ندير لها ربع بيضات، نقطعو لها شوية معدنوس، الكفتة هذي. فوتوا المرحلة الثانية، درنا بابي الومنيوم من تحت، وزدنا فوقه بابي فيلم كما راكم تشوفوا، نديرو شوية زيت، بعد نطرحو سكالوب، نعترف كيف نديرو هنا، ندينا بالزيت، لازم ندهنوا بزيت مليح باه تجينا باه ما يتحللناش من بعد سكالوب. بعد نضيفو الفيونداشي كيما راكم تشوفو، نضيفو الفرماج دوك، بعد نضيفو الفرماج بالطريقة هادي، هاهي الدلاوة دائما. راكم تشوفوا الطريقة هذه، عملية سهلة مرة. الرولي تاعنا راه واجد دوك، خاوتي نفوروه، كاين اللي حاب يطيبوه في الفور، حنا نفوروه توجور ومن بعد نحمروه ومن بعد شي شيء ان شاء الله نرجعو لكم على صوص تاعو ان شاء الله. بعد ما فورنا الرولي تاعنا مليح، نحيرو بابي الومنيوم بابي فيلم، خلوه يبرد مليح. كيما خليت نديرو شويه زيت ونبدا نقليو فيه، نحمروه مليح بالطريقه هذيك كما راكم تشوفو. خليه ينشف مليح ومن بعد نغطوه ونرجعو لكم ان شاء الله. كيما راكم تشوفو هذا هو الشكل النهائي تاع الرولي تاعنا، ودوك نحط لكم الوصفة مكتوبة ان شاء الله خاوتي، جربوها وان شاء الله تعجبكم. ودمتم اوفياء للصفحة.